أسعار المواشي ارتفاعا كبيرا في أسعارها قبل أيام قلائل على حلول مناسبة عيد الأضحى المبارك، واقع لم يختلف عليه الزبائن ولا الموالون، وهو الأمر الذي يرهن شراء الأضحية للعديد من العائلات. نتابع التفاصيل مع إبراهيم برقاش. أخذ ورد، أسعار ملتهبة، هي الأجواء السائدة هنا بسوق بدواو لبيع المواشي، فالكل هنا يشكي غلاء الأسعار. والبيع تاعهم وين؟ زيد لنا شوية نبيع لك. البيع تاعنا 65 الله يبارك. الله يقدرنا. اللهم آمين. اللهم آمين. فواز رب عائلة قصد هذا السوق في الصباح الباكر بحثا عن أضحية تتوافق مع قدرته الشرائية، فحتى الآن لم يجد لها سبيلا. سخونة الحالة، سخونة سخونة الحالة، باش تشوف انت شريها الناس، انت كي تشوف الناس تشري هرب لي كاينة ايه، وانت كي تساوم وتهرب ما تقدرش بلا لا، وما يحلينهم ثاني ايه، هذا شحير هذا ولا امسنا الجفاف ايه، ما ننساوش ايه، انا في الفلاحة ونعرفوها. أغلبية الوافدين إلى هذا السوق لم يتمكنوا من شراء أضحيتهم بسبب الارتفاع الكبير للأسعار. على كل حال احنا جينا بنيتنا باش نشرو أضحية، مع الأسف الشديد أن بعد ما تدخل هنا يعني زواليم مستحيل مستحيل من المستحيلات تشري، يعني شهرية تاع خدام بسيط يعني 3 ملايين ونص، وكبش بسيط جد بسيط ب 4 ملايين ونص حتى الخمسة حتى ل 7 ملايين. ما نشريش مازال السمانة الأخرى، بالك ماهيش بالك يهبطوا السمانة الأخرى ممكن، باش مانيش عارف والله، ما المكتوب اللي كتبت إن شاء الله. ما راهي شاعلة في السوق هذايا، دروك أنا جيت بربع ملايين ما نقدرش نشري، تشري حاجة تاع كاينين ربع ملايين، بصح ما يقنعوش، بالك ما يجوزوش حتى العيد. الموالين من جهتهم اعترفوا بغلاء الأضاحي، لكن الأمر يفوقهم. أودي الله قالب، هذوك راه السوق كاع قالي، بارت هو العلف غالي، هذوك راهم يحسبوا لنا في شعير 400 ألف. والله قرب 400 ألف، نخوة لك تسوى 180 بعد تدير 300 ألف ضخم. وقال الله يحسن العون، وش نقول لك؟ كلش قالي كلش قالي، والله قال كلش غالي، بوطة تاع قرد كنا نشوفها ب 40 هذوك تسوى 100 ألف. أنا كي نبيعوا ب 10 ملايين مش خسارة. الارتفاع الجنوني للأسعار سيرهن حتما اقتناء الأضحية للعديد من العائلات، خاصة من ذوي الدخل المحدود.